مساء الخير نرفع الشاشه عاليا ننظر الى عدسه الكاميرا لتبدا الرحله بين مئات الالاف وربما ملايين الهواتف الذكيه هكذا اكتسبنا الثقه فتوسطنا الشاشه لتقديم المحتوى وحول كلمه محتوى نخط الاقواس والخطوط البعض تهوى نفسه الاختصارات سطحيه سذاجه، جدل او كسر متعمد للاعراف والقوانين السائده فالجماهير كما يظنون تلاحظ من يغرد ان كان تغريدا خارج السرب وهناك من راهن على المحتوى الهادف وذلك طريق طويل غاص بتجاعيد الارض وتضاريسها تراه يقرا يبحث يخطط يسافر عبر التاريخ يحلل الحاضر يتخيل المستقبل كل ذلك من أجل معلومة فارقة عالم التواصل الاجتماعي كالسماء الواسعة مليئة بالنجوم والكواكب والأقمار التي تختلف في حجمها في وهجها في ألقها ولحرية عينيك التأمل فيما تراه مناسبا كالغواص الذي يهوى الأعماق فعاد بفرائدة وكنوز تطوق المتون والأعناق أهلا بكم في السطر وش اللي يصير لك إذا حرمت نفسك من النوم لعدة أيام؟ يقولوا بدأت الأسئلة تنهال ومن هنا تغير تخصصي تماماً إلى دراسة النوم فقط يعجبوني الناس اللي دائما تكون عندهم وجهات نظر مختلفة، الناس يشوفون العالم من جهة وهم يشوفونها من جهة أخرى، وكاتبنا اليوم بالضبط قاعد يتكلم عن التغيير ولكن بطريقة مختلفة، احنا العادة لما نفكر في التغيير نفكر في الأشياء اللي نبغى نتغير عشان نوصل لها، وهو في هذا الكتاب فكر في الأشياء اللي تمنعنا من إننا نتغير. في مشهد اعلامي متغير ومتسارع يتجدد فيه العلم والمعرفه بسرعه البرق. يظهر صانعو المحتوى الجيدون كالنجوم المتلألئه في السماء، يصورون الفكر بألوان الابداع وينثرون بذور الفهم والتعلم في اذهان الباحثين عن المعرفه عبر منصه اليوتيوب ينسجون قصصا مشوقه ويعيدون ترجمه عبقريه الكتب الى لغه عصريه، فاتحين ابواب الحكمه والتفكير لمن يبحثون عن الاثراء الفكري. في عصرنا الرقمي الحالي اصبحت منصات التواصل الاجتماعي وخاصه اليوتيوب احد المنابع الرئيسيه للمعرفه والثقافه وللمحتوى الرديء احيانا. ومن هنا يبرز دور ضيف السطر الاخير اليوم، فهو يقدم لنا مساحه جديده لاستيعاب المعرفه والتفاعل معها بطريقه مبتكره وشيقه ويحول الافكار المعقده الى مفاهيم بسيطه ملموسه ويفتح افاق للتعلم والتطوير الشخصي في عالم مليء بالضجيج ارحب بضيفي هنا آه الاخ ناصر العقيل مقدم برنامج دوبامي كافيين يا مرحبا بك يا ناصر زارتنا البركه يا بعد راسي البركه بشوفتك انا حاب اقول بدايه آه 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 كثير فخور أننا كعربي عندنا محتوى جميل ورصين ومفيد ويقدم معلومة رائعة الله يسعدك والله أن الفخر لي أنا بالعكس الشهادة وفخر بها جدا الله يحفظك دوبا مي ليش صعبت علينا والله أني داري أدري أن الاسم صعب شوي صراحة هو اسم مركب من خلينا نقول اسمين أو كلمتين هرمون الدوبامين اللي هو دوبامين وماده الكافيين اللي موجوده في القهوه والشاي خليني افهم هرمون الدوبامين اي هرمون الدوبامين مسؤول عن شو اوه هذا بحر عشان كذا اخترت له اسم او اخترت انه يكون في الاسم جزء من يعني ابرز حاجه بنزين الحياه هو هو, هو اللي يعطيك الدافع انك تص باختصار يعني هو يعطيك الدافع انك تسوي اي شيء جميل حرفيا يعني يعني بالعربي لو توقف الدوبامين او توقف الجسم عن يعني افراز الدوبامين تموت جوع اخوي احمد بعيد الشر تموت جوع ولا كل جنبك اه هرمون عظيم هذا جدا جدا مش محتاج جداً. قهوه تضيف عليه اعتقد لاني احب القهوه حطيت الكافيين حشرتها فخليتها دوبامين كافيين السؤال اللي يتبادر في الذهن شو اللي يخلي مهندس يترك السنين اللي درسها واللقب الجميل تذكر قبل يقولون دكتور او مهندس صحيح. يصير صحيح. ويتجه لعالم شئنا ام ابينا محفوف بالمخاطر. صحيح. طبعا انا يوم دخلت العالم دخلت من باب الهوايه، يعني لم ادخلها من باب انه يكون هو الوظيفه او المهنه. كان مجرد هوايه. وفعلا يعني استمر ممارسه الهوايه هذه حتى بعد اثناء ممارسه عملي. ولا استقلت مبكر، يعني بالمناسبه اعطيك معلومه اخوي احمد. انا كان ينزل لي مثلا من صناعه المحتوى ثلاثة اضعاف راتبي. وكنت مستمر في الوظيفه اه كنت مستمر و كنت مستمر فعلا يعني وما تركتها الا على مضض يعني يعني تركتها هنا زي ما تقول شوي زعلان بس كانت الفرصه اكبر زعلان التقييم مش زعلان جدا التقييم <applause> لا لا انا تركتها وانا زعلان ما ودي اتركها يعني التقييم هو كانت سنه بس علمتني كثير يعني علمتني انه انه في معايير مختلفه يعني. طيب يعني هالشيء يخليك تدفع انك انه تنصح الناس يطلعون من دواماتهم لا يلتزمون بالوظيفه؟ ابدا 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 بالعكس م. مثل ما قلت انت هو عالم محفوف بالمخاطر، انا اخطات خطا خليني بعترف يعني دائما كذا على منصه رسميه. المشكله انه لما يوجه خطاب بطريقه معينه على جمهور غير مهتم بهذا الخطاب. يعني كاني احاول اعرض عليك مثلا آه خلينا نقول شام او واحد احد احد يعرض علي شامبو وانا اصلا. هذه <applause> يعني هذا مثال بسيط. فمرة من المرات قلت اللي يبغون يصيرون أثرياء طريق الوظيفة لن توصلك للثراء. أنا لا زال مقتنع بهذه بهذه المقولة. بس كان المفترض إنه يعني أقننها شوي أحددها أكثر. ما أقولها بشكل عام. مع إني ذكرت أن الوظيفة قد تكون هي الخطوة الأولى، الوظيفة قد تكون. أنت مقتنع بهالشيء؟ مقتنع جدا. إن الوظيفة لن توصلك إلى الثراء. ليش مقتنع؟ <applause> لانه مفهوم الثراء عندي تغير هو المفترض انه طريقه الحصول على المال مختلفه بالنسبه للموظف مثلا يحتاج يعمل عشان يجيبها الثري وهو قاعد تجيه الفلوس فهذا المنظور بس اللي غير شو فعلا يعني خلينا نفرض مثلا اني انا تاجر وعندي خلينا نقول شركه لا اديرها ولا اشتغل فيها ولا اسوي ولا شيء انا موظف ناس وهم يعملون ويجيبون لي حصاد هذا الشغل والعمل ولا أتنمو أو بعد من دوني يعني ومدارة بشكل جيد. هذا هو تعريف الثراء عند بعض الناس او اغلب الناس خلينا نقول. فبناء على هذا التعريف فعلا وظيفة لن توصلك للثراء، اتكلم الثراء. طيب انت انت مرات ممكن تكون موظف مثلا في شركه عملاقه. حلو. سي او،, أو فهمت؟ جميل ثري. ممكن تكون في جوجل مثلا، ممكن تكون في ابل، ممكن تكون في الشركات هذه العملاقه. ايه ادنوك ارامكو. صح. وتكون ثري. بس اتصور انت قصدك ممكن على على زاويه مختلفه أنه وانا مري دفتي وادخل في الحكايه طالما اني مش متاكد من المعلومه ولكن اتصور ان في تسع اعشار الرزق في التجاره ربما اذا انا ما كنت مخطئ فالعمليه في غايه الاهميه خليني نتجه طالما تكلمنا عن صناعه المحتوى انت احد نتاج هذه الثوره التكنولوجيا الجديده اللي سموها وسائل التواصل الاجتماعي هل انت راضي عن هذا النتاج مش نتاجك نتاج ما 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 نصل اليه الان ما وضعنا يديه الان وياثر فينا ونعيشه ويعيشنا والله سؤال السؤال صعب اخوي احمد صراحه يعني. في كان في في جزء مني كبير راضي على السوشيال ميديا اكيد خلت حياتنا اسهل وصلتنا المعلومات اسهل صار الوصول للمعلومه اسرع واسهل كذلك بس تعرف سبحان الله الاتزانيه في الكون اللي بقدر ما تجد فائده تجد الضد تماما راح تلقى برضه اثر سلبي. فعلى سبيل المثال اليوم انا اشوف مثلا كثير ناس شباب في سني من ضمنهم انا يعني حتى انا تاثرت جدا سلبا فيها كثير. <applause> يطلع لي مقطع حتى لو كان لي طبيب مختص مثلا زين؟ فينقل معلومه مثلا عن علم النفس. اقوم انا اشخص نفسي باني فعلا صار فيني نفس المعلومه اللي هو قالها واعيش وادخل في دوامه. وانه انا فيني مثلا على سبيل المثال في وقت فتره من فترات حياتي بديت اقتنع ان عندي اي دي اتش اللي هو مرض اتوقع انه فرط الحركه. امم فبديت اقتنع انه لا يا ناصر التشخيص طبي يحتاج مراجعة يحتاج جلسات مع مختص نشرح له سياق مثلا حياتي وين كان، فعموما الشاهد بال بال بالقصه هذه انه السوشيال ميديا خلتنا توصل احيانا للمعلومات واعطتنا صلاحيات انه ممكن نستخدمها بشكل جدا خاطئ. وقس على ذلك امور كثيره سواء على العلاقات الزوجيه او العلاقات الماليه او حتى على علم النفس واشياء كثيره، فهذا الاثر اللي مو بعاجبني في السوشيال ميديا. جميل بس نرجع للجانب التنموي والتطوير الذات اللي كثير متفرد فيه انت ولكن ابقى معي لطفا سيد ناصر العقل فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لمتابعه الصف الاخير اهلا بكم مشاهدينا الكرام معي هنا السيد والاخ العزيز ناصر العقيل مقدم برنامج دوبامي كافين حفظتها انا <تصفيق> <تصفيق> شكل المنافسه اليوم في الاعلام الجديد كيف تشوفها؟ صعبه صعبه وقويه يعني يعني يمكن المشاهد لما يشوفك بريحيتك وغرفه نوم وشكل الاضاءه وكذا يقول مساله سهله مم. يتخيلها بسيطة يعني نفس نفس اليوم تشوف ميسي تقول سهل يلعب كذي فكيف كيف أنت تنصح الناس لما يسألونك عن هذه الصنعة؟ هو مجال صعب طبعا أكيد مم. وفعلا العرض فيها أكثر من الطلب خلينا نقول وأنا ما كنت كد... أنا ما واجهتني صعوبات ما أكذب عليك يعني في ال... لأني جلست سنة وأربع شهور أحضر القناة وعرفت كل شيء عن السوشيال ميديا يعني وش السوشيال قليل ميديا سنه واربع يعني شهور سنه واربع شهور ليست قليل فعلا م. يعني واخذت مده ادرس اليوتيوب وممكن و و هذا م. اللي ملحوظ علي انه اصلا تواجدي في اليوتيوب يعني في السوشيال ميديا انا ما لي ما لي هاك الظهور يعني م. لكن في اليوتيوب فدرست المساله سنه واربع شهور الحمد لله ما صعوبات. هكذا واجهتني صعوبات اكيد اذا قلت واجهتني صعوبات ولكني كنت عارف قوانين اللعبه نوعا ما عارف من اين تأكل الكتف زي ما يقولون فعارف وش اليوتيوب وش اللي يحب كيف يتميز كيف تتفرد لك لكن فعلا انه صناعه المحتوى امر جدا جدا صعب انك تبرز فيه خصوصا انه الكثير والكثير في من يطرح نفس المحتوى تقريبا مم. فيحتاج دراسه خلينا نقول نتعامل معاه زي البزنس يعني مم. تقريبا شو النقطة الفارقة اللي بينك وبين نفسك لما تقعد تقول هذه غيرت مجرى حياتي؟ السوشيال ميديا مم. او صناعة المحتوى بشكل عام صدقني الى ابسط مثال اعطيك اياه انه no. جلستي امامك مم. هذا اشوفه من اكبر الاثار اللي اتوقع مم. انها لم تكن لتحصل لو كان وضعي كما كان في السابق يعني، هذا اثر جدا كبير، الاثر الاكبر برضه انه يكون لكلمتك ثقه. هذا مم. مرعب، هذا مرعب، انه مثلا اقول والله الكتاب هذا جيد روح اقراه، مرعب الموضوع هذا مرعب، مم. فهي امانه اشوفها ولازم تستغل بشكل جدا جيد، مم. بس في تاثيرات كثيره، في علاقات تعرفت عليهم، اصول يعني ما توقعت مثلا اني مثل ما قلت لك اوصل لبلد خارج م. بلدي ويعرفون انه انا ناصر هذا امر جدا اشوفه اثر جدا كبير وايجابي ورساله ولها مسؤوليه كبيره يعني مسؤولية شو قصه جداً. فنجان القهوه الصباحي؟ آه. انا من عشاق القهوه الناس تقلدك صارت ها؟ زين خلني خلني اتوقف امام بعض المقولات اوكي ونتناقش حولها بطريقه سريعه تمام قلت مره اتركوا كلام السوشيال ميديا المقرف حول موضوع محدد على اساس اكون دقيق ودعيت ان الرجل يجب ان يكون رجل وليس ذكر صحيح. شو مفهوم الرجوله عند ناصر اوكي انا بالنسبه لي م. بالنسبه لي انا تعريف الرجل اي شخص مسؤول انا عندي المرجله هي المسؤوليه ان احمل زمام الامور وابدا من نفسي اشيل مسؤوليه نفسي وعشان كذا اصنف رجل لما اشيل نفسي يبدا خلاص صار ناصر رجال الان، هذا اولا. واشيل مسؤولية امي واختي وخالتي وجدتي وجاري واخوي الصغير ومسؤوليتي في العمل ومسؤوليتي كرب, كرب أسرة, اسرة اذا كنت رب اسرة مم. ومسؤولية انشاء جيل ومسؤولية تربية، المسؤولية مسؤولية جدا كبيرة، مم. طبعا فهي بس اعطيك اياها من وجهة نظري انه المرجلة بشكل عام تتمحور حول المسؤولية، اليوم جيلي في منهم يعني مو بالاكثر لا بالعكس هي شريحه قليله لكن صوتها عالي واصل للناس في السوشيال ميديا كثير فبدات تروج خصوصا في السوشيال ميديا انه والله انا ما عندي مشكله مثلا انه نتقاسم موضوع النفقات بيني وبين زوجتي اذا انا مثلا عندي قدره انفق لا اخلي اختي حتى لو كانت محتاجه روحي شقي طريقك توظفي كوني عصاميه، فبدينا نطبق حنا المفاهيم اللي تطبق علينا احنا كرجال على مثلا امي واختي وما الى ذلك، وبدينا نشوف هذه الـ 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 الافكار تقريبا، وانا مم. اتوقع انها دسيسه علينا شوي. مم. فبديت اغضب انه لا انت رجال شل زمام الامور، احمل زمام الامور، من نفسك ابدا اول. لقيت المجتمع متقبل الفكره اللي طرحتها؟ جدا لانه انا متاكد ان المجتمعات العربيه خصوصا يعني مم. مم. الاكثر منها من يؤيد هذا الفكر لكن اللي وصلنا في السوشيال ميديا واللي كان صوتهم عالي هم اللي يعني تقريبا خلينا نقول يعرف يعني, يعني ما ابغى اتكلم اكثر من كذا الصوره حصوره ساظل جاهلا ما دمت ادعي المعرفه صحيح وحينما بدات القراءه مع كل صفحه اخذ صفعه اي أيوة والله أيوة جميله الله. هذه فعلا جميله يعني كنا نعرف ان متى ما قلت اكتفيت فقد فشلت. صحيح. هذا في غايه الجمال. الجهل يغذي الثقه اكثر مما يفعل العلم يعني لهذه الدرجه الامر خطير. جدا. جدا. طبعا م. هذه مش مقولتي بالمناسبه هذه مقوله ادم جرانت من كتاب ثينك أجين او اعاده التفكير. م. م. وجدا رهيبه المقوله فعلا قال ان الجهل يغذي الثقه اكثر من العلم. وهو انه لما تحصل على معلومه بسيطه م. وهو قال سمول انفورميشن يعني م. المعلومه البسيطه قد تكون امر خطير جدا م. لانها بتخليك تعتقد انك تعلم في هذا المجال او, أو اخذت المعلومه كامله بتفاصيلها وبعدين تقول لك اكتفيت. م. فعلى سبيل المثال احنا اليوم قاعدين نقرا مثلا كتاب واي وي سليب لماذا ننام لماثيو وكر وهذا طبيب نفسي وبروفيسور مخ واعصاب. ودرس النوم لاكثر من 20 سنه بس ركز معي يا اخوي احمد انه اعطانا اليوم هو معلومات 20 سنه يدرس النوم 20 سنه فعلا واستعان برضو بدراسات وبحوث لها اكثر من 40 سنه فحصيله الكتاب كلها طبعا تجارب وبحوث وورقات علميه وما الى ذلك م. وتجارب مخبريه وسريريه برضو فاللي حصل انه انا قرات الكتاب اليوم خلينا نقول مثلا والله حسيت اني اكتفيت في في موضوع العلم او موضوع عفوا النوم م. فصار عندي اكتفاء خلينا نقول لو استحدث من العلم وهذا يحصل مثلا بعد عشر سنوات طلعت والله معلومه جديده ابى اقول انا اكتفيت هذه هي مشكله نقول الثقه في المعلومه البسيطه خلينا نقول تعتقد انك تعلم فبالتالي تقول اكتفيت هذا الخطر هو في الموضوع اللي صاير الاهم ان نمنا بعدها لازم ننام طيب <applause> آه قلت ان العلم البسيط اخطر من الجهل هذا حقيقه إن اعتقدت أن الحصول على المال هو أهم غاية راح تضيع عمرك في عمل أشياء ما تحب تسويها. مقولة ألان واتس. هذا فيلسوف جميل. يعني. قبل حلقة قعدنا كنت تقول لي أنا كثير مدين للكتب جدا. شو غيرت فيك؟ يعني تغيير ملاحظ مش تغيير فكري غذاء الروح أكيد. هي. واحدة من أكثر العلاقات اللي كنت أنا سيء فيها وفي التعامل معها كانت علاقتي مع جيل أخوي اللي أصغر مني. كانت كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كتاب غير اسلوبي في التعامل مع عقيل، عقيل طبعا مو ليست بس انه اخو بسيط احنا انا نتشاكل كثير، لا لا كانت كان كان هناك فجوه، فجوه كبيره بيني وبين عقيل اخوي كبيره، انعدام ثقه، انعدام احترام، انعدام حب، انعدام تواصل، شيء عجيب يعني. الى اقرب انسان لي اليوم تقريبا عقيل اخوي فهذا الله. كان من كتاب علمني خلينا نقول فنون التعامل مع العلاقات الانسانيه قص عليها مثلا في موضوع المال فعلا اليوم انا اجني اكثر من قبل واتوقع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا طبعا للمعلومات اللي استقيتها انا من الكتب انه كيف نحصل على المال وهكذا كذا فاثر اثر القراءه عليه كان جدا جدا كبير وسبحان الله قلت صدق الله العظيم اول كلمه اختارها في رسالته كانت اقرا جميل مؤثر حايز. كثير صحيح. كثير ناصر العقيل مرة أخرى ابقى معي لطفا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لمتابعة صوت الأخير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مرة أخرى سيد ناصر العقيل مقدم برنامج دوبا ميكافين من جدة وجد لا تنفع في عالم الوظيفة صدق هذا انت قلته ناصر؟ والله انا هذا ما اخبرتني به الحياه <تصفيق> <تصفيق> يعني انا مجمو... اخر وظيفه كنت جالس فيها تقريبا قرابه سبع سنوات وقبلها كنت متوظف برضو في وظائف قبلها يعني أيه. وظائف بسيطه من مطعم على رجل امن على اشياء كذا ف... يعني مش وظيفه واحده مش بس مهندس لا 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 كنت أضل... نقلت تقريبا ايام الجامعه والثانوي، الثانوي اشتغلت في ال... كرجل امن و في الجامعه اشتغلت لا هي سعيا للحصول على مال يعني صراحه اكيد هذا حق مشروع بس علمتني كثير آه. ما هو بالمال تقدر تقدر تعمل كثير اشياء فعلا. والجميل اخترت سكة كذلك كثير ثرية في هل في هالمجال آه شكلك شايل وايد على مديرك هو مدير واحد ولكن كل مدراء جيدين وعلى اختلاف مليون كويس <applause> بس هو مدير واحد يعني الشي خلاص <applause> الشيء الجميل في هذه التجربه واللي استقينا منها هذه الكلمات الجميله انك قاعد تقوم بدور كثير مهم دور كانوا يقوموا فيه اسلافنا في قرون ماضيه بدوها بالترجمه من كتب اخرى فلذلك اطلعنا وهم كذلك الحضارات الاخرى اطلعوا على مثل مثل هالامور اللي قاعدين نشوفها اليوم. هذه هذه في غايه الجمال، ايش كثر هالامر مهم اليوم نقل معرفه من 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 حضارات اخرى، من لغات اخرى، وفتح هذه الثقافات على ابوابها ومصراعيها. امر جدا مهم، ولو انه صح قد اتلقى كثير من التعليقات انه بعض يعني البعض خلينا نقول يقول مثلا ليش تقرا لاجانب؟ لي ليش تقرا حنا بالنسبة لي أنا الحكمة غاية المؤمن م. وهو أنه أبحث عنها أينما وجدت يعني الفرق طبعا أنه الكتب اللي أنا أقرأها أحرص أنها تكون مثلا كتب تحمل إنتاج معرفة م. وليس نقل يعني على سبيل المثال إحنا تكلمنا عن ماثيو ووكر أنه درس النوم عشرين سنة فهذا من هذه الدراسة والبحوث طلع بعلم فهو أنتج معرفة اليوم علمنا شيء ما كنا نعرفه عن النوم قبل امم فعلا يعني وهذا شيء جدا عظيم يا اخوي هذا ناصر انا, يعني. أنا زمان قريت مقوله واجهل من من قائلها تقول وسامحوني على الكلمه قال رب جوهره في مزبله حشاكم يعني انت وعلمتني كثير انت ممكن تشوف اشخاص لا, لا لا توافقهم لا في الراي صحيح ولا في الدوافع صحيح ولا في الانتماء ولا في الدين ولا كل شيء ولكن ربما يضع امامك معلومه صح فهذه تخليك انت متصالح مع المعرفه مش متصالح مع الشخص فعلا فحاجه ساميه جدا جدا ايش آه آه كثر احنا محتاجين مثل هكذا نماذج حقيقه اليوم اليوم انت طرقت ابواب كتب وابواب معرفه آه وغيرت فيك ما غيرت وحامل آه آه رساله لو قلت لك اليوم انت باكر شو تشوف؟ باكر شو تريد؟ الرسالة اللي اللي كاتبها ناصر على صدره شو هي؟ الله أتمنى، أنا أنا أعرف أن التغيير ياخذ عمر وياخذ وقت فممكن التغيير اللي أنا أسعى لها وأسعى في تحقيقه يمكن ما أشوفه يعني، لكن أتمنى أن تعود أم أمة اقرأ مو بس تقرأ تنتج معرفة. يعني اللي يميزنا احنا أن لما نقرأ مثلا للعرب في العصر العباسي في العصور هذيك كانوا ينتجون معرفة عشان كذا برزوا أسمائهم مخلدة إلى اليوم. مو <applause> ليس ينقلونها لا ينتجونها فاتمنى ان نعود هذه المساله طبعا لن ننتج الا من نحوي وفاقد الشيء لا يعطي فاتمنى ان يشوف هذا الشيء لكن الخطوات القادمه انا بالنسبه لي دائما اقول انه دوبامي كافين ليست قناه كتب دوبامي كافين ليست قناه يوتيوب دوبامي كافين هو نعم اي نعم هوي براند بس <applause> لخلق تاثير في المجتمع لبناء شريحه للتاثير على الاشخاص على الناس على مستوى المجتمعات ودائما انا هدفي عربي يعني بمقام اول اوسع واشمل وان شاء الله نعود باذن الله هذا م. اللي اتمنى اشوفه يعني يا رب لما كان عمرك 12 حلمت شطار الشباب جايبين المعلومات <applause> آه حققت حلمك اليوم لا لسه ان شاء الله زين ممكن تقول لهم شو الحلم وشو اللي تحقق او لا اعطونا ورقه قالوا كل واحد يكتب حلمه وكانت اي 4 يعني كبيره م. اللي كتب مهندس طبيب اللي كتب شاعر طيار ايا كان. فانا ما كان عندي صراحه هدف معين فقمت كتبت لي بخاطري. قلت اتمنى انه اخدم ديني فصلت كيف اخدم ديني واتمنى اني اخدم مجتمعي والغرض منه انه يعود نعود احنا كمجتمعات متصدره الامم يعني. وكان مليت الورقه يعني هذه. سلمناها للمعلمين، المعلمين سلموها سلموها لاولياء امورنا وكتبوا عليها ملاحظه. انه الرجاء ابراز هذه الورقه ما بين الفينه والاخرى على ابنكم ليتاكد انه لا يزال على المسار الصح على المسار الصحيح. امي ورتني الورقه من 2006 اخذتها الله يحفظها ورتني اياها <applause> 2017 الله وهي تدور في الاوراق قالت لي ذكرت كان أن ترين <applause> <applause> <مسترده تصفيق> كل سنه يعني مثلا فورتني اياها ولاحظت انه فعلا الدوافع كانت لا تزال موجوده لا ازال اسعى في اني اخدم مجتمعاتي العربيه ارجعها مجتمعي اكيد ابدا فيها اولا ومجتمعات العربية نحاول قدر المستطاع أطورها أعودها أصنع تغيير أثر فيها فأنا في بداية الرحلة وأشوف أن قناة دبومي هي البداية والله يسرنا إن شاء الله ونحقق هذا الأمر سواء في حياتنا أو بعد مماتنا إن شاء الله أضافت لك الكثير ها؟ جدا جدا أنا أحب أشكرك وسعيد مرة أخرى وفخور مرة أخرى بهكذا أعمال رائدة ومحتاجين محتاجين أن نحن نضاعفها كثير وكثير يعني هي مجرد شيء بسيط سيد ناصر العقيل مرة أخرى مقدم برنامج دوبامي كافين شكرا جزيلا لك سيد الفاضل شكرا لكم مشاهدينا نلتقي بمشيئة الله يوم غد إلى اللقاء